السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد. إذا في هذا الفيديو سنتعامل مع ملف الويبباك برودكشن وأيضا الويبباك كومن كونفيج فايل. إذا في البرودكشن يعني لن نقوم بعمل كثير من الأشياء، فقط أنا أقوم بإيضاح لك الطريقة والفكرة والباقي يعود إليك. فممكن يعني أنت تقوم بعمل الكونفيجريشن الذي تريد الخاص بالبرودكشن، أنا فقط جعلته بسيط جدا، فقط هذا الذي عملته أنني قمت بتحديد المود وهو البرودكشن. الآن ننتقل على الكومن. هنا سيكون لدينا الكونفيجريشن أو الإعدادات التي تكون موجودة سواء في الديفلوبمنت أو في البرودكشن. إذا لدينا هنا هذا هو الكود، نقوم بعمله كوبي. إذا أول شيء نحن نقوم بعمل ديفاين للإنتري، يعني الويب باك من اين سيبدا في قراءه هذا البروجكت، وايضا الاوتبوت بعد ان يقوم بعمل الباندل اين سيقوم بوضع لنا هذا الباندل او الريزولت. اذا نحتاج هنا ايضا الى الباث لاننا سنتعامل مع المسارات. هنا سيكون لدينا مالتيبل انتري بوينت، فنحن هنا طبعا في داشبورد ممكن يكون لدينا الاندكس، ممكن يكون لدينا مثلا يكون لدينا اللوجين، لدينا الفور اور فور، يعني لدينا الكثير من الصفحات، فممكن اننا نقوم بفصلهم. اذا سنقوم بفصلهم كاوبجكت بهذا الشكل. لدينا هنا صفحة الاندكس وهنا صفحة الاباوت، يعني في النهاية سيتم انشاء لنا الباندل اندكس دوت باندل دوت جي اس، ويتم انشاء لنا الاباوت دوت باندل دوت جي اس. اذا هنا نقوم بتحديد اين هو مسار هذا الـ entry point index. إذا لدينا هنا الـ directory name، هذا هو الـ directory name webpack config. إذا سنحتاج أن نخرج من هذا الفولدر ثم نذهب على هذا المسار. إذا سيذهب على source ثم يذهب على js ثم يذهب على core ثم لدينا main.js. الـ webpack سيبدأ بتحليل هذا المشروع اعتمادا من هذا الفايل هنا، ونفس الشيء بالنسبة للـ about، سيذهب إلى source.js ثم لدينا scripts ثم pages ثم about.page. الأوتبوت أين سيكون؟ طبعا نحن لدينا multiple entry point، بالتالي الأسماء هنا يجب أن نقوم بإسنادها إلى نفس هذه الأسماء. هنا لدينا index، لدينا about، يعني سيكون مثلا لدينا about.bundle.js، لدينا index.bundle.js. إذن أولاً سنقوم بتحديد الباث الخاص بالأوتبوت. إذن كالعادة الدايركتوري نيم هذا هو webpack config، نحتاج بعدها أن نخرج من هذا الدايركتوري، ثم الأوتبوت سيكون في هذا الفولدر dist. إذن سيتم هنا بإنشاء لنا المجلد dist، ثم بعد ذلك هنا لدينا الفايل نيم. أيضاً ممكن نتحكم هنا في الاسم الخاص بالباندولز. إذن سنقوم بوضع الباندولز النهائية في هذا المسار. إذا سيكون لدينا هذا الفولدر app assets، ثم سيكون لدينا js فولدر آخر بداخله، ثم هنا سنقوم بوضع الباندولز التي سنقوم أو التي سيقوم الويبباك بإنشائها. إذا النيم هنا سيأخذ نفس هذا النيم أو نفس هذه الكيز هنا، يعني مرة سيكون لدينا index.js ومرة سيكون لدينا about .js. طبعا هنا ممكن تسميه ما تشاء، ممكن يعني تكتب حتى bundle.js، لكن سأكتب فقط js بهذا الشكل. ولدينا هنا clean true حتى يتم عملنا حذف لهذا ال dist folder وإعادة إنشائه عندما تكون هناك تعديلات جديدة. إذا هذا هو الذي قمنا بعمله كأول خطوة. نأتي الآن على الخطوة الثانية، وهي الآن سنستخدم اللودرز. نحتاج إلى تسطيب بعض اللودرز، إذا سنقوم بتنفيذ هذا الأمر. طبعا نحن كما قلنا سنتعامل مع التومبليت إنجين باج، إذا نحتاج أن نقوم بتثبيت هذه اللودرز حتى يستطيع الويب باك فهم هذا التومبليت إنجين باج ويستطيع أن يقوم بتحويله لنا إلى كود HTML. إذا هنا سنحتاج إلى تعريف موديول ثم الرولز، نعمل Ctrl C، نأتي هنا على الكومن. إذا لدينا هنا موديول، لدينا رولز، نقوم بإنشاء رول. إذا التست هنا سنقوم بتحديد ما هي الملفات التي نريد أن نتعامل معها. نريد أن نتعامل مع الملفات التي تنتهي بالExtension.pack،
إذا الويب باك عندما يقرأ هنا مثلا هذا الفولدر HTML، لدينا LTR، لدينا هنا هذا الفولدر، إذا هنا index.bug ويوافق هذا التست الموجود هنا، بالتالي سيقوم بتطبيق عليه هذا اللودر، اللودر الذي سيقوم بتطبيقه وهو البج لودر. ولدينا هنا الاوبشنز، ممكن نقوم بتعريف بعض الاوبشنز، غالبا جميع اللودرز تعطيك بعض الاوبشن الإضافية. هنا من بين الاوبشنز التي يمكن أن نقوم باستخدامها مع البج لودر وهي البريتي، نعطيه القيمة ترو. الويب باك عندما يقوم هنا بتحويل لنا هذا الـ index.bug الى dot الى index.html سيقوم بإنشائه لنا بهذا الشكل، يكون لدينا html، يعني سيكون كل شيء في سطر واحد فقط، يعني سيكون بهذا الشكل، ثم يكون لدينا هنا head، ثم هنا ستكون لدينا meta. اذا سيقوم بإنشائه فقط في سطر واحد، نحن حتى يعني يكون لدينا spaces وأيضا لدينا عدة أسطر، نقوم بتمرير البريتي. الآن سيقوم بإنشائهم لنا بهذا الشكل، هنا يكون لدينا هاد، ثم بداخل الهاد سيكون لدينا مثلا title، meta وهكذا. إذا هذا هو اللودر الأول، تعاملنا معه ونعمل save. أيضا نريد أن نتعامل مع CSS، طبعا ممكن تتعامل مثلا مع CSS أو مع SAS، طبعا نحن هنا قمنا بتسهيل الأمور فقط نتعامل مع CSS. أيضا الويب باك هنا لا يفهم هو CSS، نحتاج أن نقوم بعمل install لهذه اللودرز، نعمل paste ونقوم أيضا بعمل define لهذه الرول، نأتي هنا على الكومن مرة أخرى. إذن هنا نحن سنتعامل مع الملفات التي تنتهي بالدوت css، ولدينا هنا هذا حرف الاي، بمعنى أن هنا حالة الأحرف لا تهم، يعني لو كان لدينا css بهذا الشكل أو بهذا الشكل فأقوم بتطبيق عليها هذه اللودرز. وكما قلنا عندما يكون لدينا أكثر من لودر سيتم ترتيبهم أو سيتم تنفيذهم بشكل عكسي، يعني هنا أولا سيتم تنفيذ لنا هذا اللودر css لودر، ثم يتم تنفيذ لنا الستايل لودر. ايضا نعمل سيف. ايضا نحتاج هنا ان نكتب جافا سكريبت، مثلا نستخدم ميزات جديدة، طبعا حتى نستطيع ان نكتب الميزات الجديدة فايضا نحتاج الى ترانسبايلر وسنستخدم بابل. اذا بابل هذا سيسمح لي بانني اكتب بالميزات الجديدة، ثم بعد ذلك سيساعد الويب باك في أنه يقوم بتحويل لنا هذا الكود بالميزات الجديدة إلى كود جافا سكريبت تدعمه جميع المتصفحات. فليست كل الميزات الجديدة الموجودة في الجافا سكريبت، نحن نتحدث عن الإيكما سكريبت، ليست كل المتصفحات تدعم هذه الميزات، وبالتالي نحن نحتاج أن نكتب بطريقة أخرى. إذا نحن سنستفيد من هذه الميزات، ثم نجعل البابل أو الويب باك بالاستعانة ببابل أنه يقوم بتحويل لنا الكود إلى الطريقة العادية بدون هذه الميزات التي يحتاجها المتصفح. إذا نقوم بعمل هنا أيضا install لهذه الباكيجز هنا الموديولز، وأيضا نحتاج إلى عمل define لرول أخرى. إذا بهذا الشكل نحن هنا سنتعامل مع ملفات الجافا سكريبت، سنقوم بعمل اكسكلود، يعني نقوم باستثناء هنا بعض المجلدات، المجلد الذي لا أريد أن يتم تطبيق عليه هذا اللودر هنا وهو مجلد النود موديولز، فهذا نحن لا نحتاجه وحتى يعني حجمه كبير جدا، بالتالي هذا نقوم بعمل له اكسكلود. أما باقي الملفات سنقوم بتطبيق عليها هذا اللودر، وأيضا نعمل save. أيضا هنا سنحتاج أن نضيف هذا الملف babel.config.js ونضع هنا فيه هذا الكود. إذا لدينا هنا هذا الملف، فقط نضع هذا الكود، نتوقف عند هذا الحد، نكمل في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.